المنشأ اللي هو ممكن يكون عندي منشأ غير محدد استكانيا وممكن المنشأ يكون محدد استكانيا. امتى اختاروا كده وامتى اختاروا كده؟ كنا بالاستراكشر لو حد فاكر ان لما كنا بنيجي نحل الكاميرا دي كنت بقول لك خلي بالك لو حصل هبوط هنا في الركيزه هل بيتولد ستريمنج فورس داخليه اضافيه ولا ما بيتولدش؟ لو غير محدد هيتولد. يبقى انا لو غير محدد انا عارف لو حصل هبوط الستريمنج اكشن هتزيد صح؟ طب تعالى لو قلنا كاميرا محدده استاتيكيا الكاميرا دي لو حصل هبوط كان في سترينج اكشن بيزيد؟ لا. يبقى مين فيهم اللي المفروض تطبق تكون فيه قويه ومين فيهم مش فارقه معايا؟ الاندترنال استراكشر انا خايف لو حصل هبوط هيحصل انترنال فورس داخليه فايه اللي هيحصل؟ انا مش مصمم عليها هيحصل فيلير في القطاع. يبقى دي لازم تكون التربه قويه بتاعتي لازم اختار الاندترنال استراكشر. هل ينفع؟ طب الاندترنال استراكشر ماله؟ الاندترنال استراكشر لو حصل هبوط مفيش اي قوه بتسوى للداخليه وبالتالي التصميم بتاعي يفضل زي ما هو مش هيحصل انهيار للقطاع. يبقى انا اهم حاجه ان هنا ممكن تكون مع التربه ضعيفه او التربه متوسطه وهنا تكون مع التربه قويه. طيب حلو قوي. ينفع ده مع التربه قويه؟ اه طبعا. انا مشكلتي اني خايف تولد قوه داخليه اضافيه. يبقى الاندترنال استراكشر لازم تكون التربه بتاعتي تربه دنس سويل او تربه قويه تقدر تستخدم ما يحصلش اساسا فرق هبوط. طيب اما الاندترنال استراكشر مش فارقه معايا نوع التربه ايه. يبقى امتى اللي انا اختار الاندترنال استراكشر تربه مالها؟ قويه. امتى اختار التربه؟ امتى اختار الركائز بتاعي الاندترنال استراكشر؟ لو التربه بتاعتي ضعيفه او متوسطه. مش فارقه معايا في الاثنين. طيب بعد كده عايزين نشوف بقى يبقى احنا كده اول حاجه اخترنا ركائز برضه تجينا في الامتحان ما فيهاش اي مشكله. طيب تاني حاجه قلنا الفريم بتاعي بيتولد عليه ستريننج اكشن واهم ستريننج اكشن دي في التصميم انا ممكن اصمم فريم بعد ما اصممه اجي الاقي ان انا عندي قوه افقيه اسمها اكس تمام. القوه الافقيه دي فيها مشكله. ايه المشكله؟ انا لو الفريم بتاعي مثلا عملناه في ميل كده تمام وقلت لك عندي في حمل كونسنتريتد لود هو الفريم ده لما يعوز يتحرك يتحرك ازاي؟ افقي. الفريم ده لما احط عليه حمل الاقي ان الشكل بتاعي هيحصل كده وده هيحصل كده وده الشكل اللي هو عايز يعمله. ايه اللي حصل هنا في الركيزه؟ في افق قوه افقيه كبيره. طب قوه افقيه كبيره ما انا ممكن بعد ما اصمم القطاع كله واصمم الفريم اجي للتربه اعمل تشيك على القوه دي الاقي التربه مش قادره تتحمله. طب هو القوه دي التربه بتحمله ازاي؟ يعني انا رد الفعل اكس ده هي التربه بتحمله ازاي؟ عن طريق الفريكشن. التربه القاعده بتاعتها عايز تتحرك كده مين اللي بيمنعها؟ الفريكشن ما بين القاعده والتربه او الفريم. يبقى رد الفعل ده انا ممكن الاقي الفريكشن بتاع التربه مش قادر اتحمل القوه اكس. يبقى ايه الحل؟ اهد المنشا او ان انا اقول خلاص مش هصممه وهعمل حاجه ثانيه بقوه افقيه اقل؟ اكيد لا. طب ايه الحل؟ قال لك في حاجه اسمها الطاي. الطاي ده مهم جدا عندي في المساله. الطاي ده ايه لازمته؟ ان القوه الافقيه بدل ما هي اكس هنا هتشيل شويه من اكس والتربه هتشيل شويه من اكس، هنا اكس واحد وهنا اكس اثنين. محصلتهم مين؟ اكس الاولانيه خالص اللي كانت متولده. طيب انا عندي هنا يبقى ايه لازمه الطاي؟ او امتى ان انا اعمل فريم؟ احط طاي ولا ما احطش طاي؟ حاجه اصمم انا حر. لو قررت ان انا احط طاي من البدايه يبقى خلاص انا خير وبركه ومطمن ان انا هشوف التربه تقدر تستحمل قد ايه وهصمم الطاي ده يستحمل الباقي. تمام؟ طيب لو انا مش عايز احط طاي خلاص مش عايز احط طاي يبقى لازم ان القوه اكس المتولده كليا لازم الفريكشن بتاع التربه يكون قادر عليها. طب ايه اللي هيحصل؟ لو انا ما عملتش الطاي برضه هلاقي الاوعيه دي كبيره قوي. ليه؟ لان كل ما المساحه بتزيد الفريكشن بيزيد. يعني كل ما المساحه بتزيد قوه الاحتكاك بتاعتي ما بين القاعده والتربه بتزيد. الاكس دي تقدر تقاومها بزياده. طيب هفضل اكبر القاعده اكبر القاعده اكبر القاعده لحد ليميت مش مقبول. فعشان كده الطاي بيوفر هنا الكلام ده كله. بيطلع لك قاعده بعدها صغيره طبقا للفريكشن وبيطلع لك قوه افقيه يقدر القطاع كله يشيل. طيب هو الطاي ده في منه انواع؟ قال لك اه في منه انواع. لينا دلوقتي قلت لي انت هتحط لي طاي بالشكل ده مفيش مشكله. جيت حد تاني اختار قال لك لا انا مش هحط الطاي ده كده ده سطح التربه ودي الاواعي بتاعتي بالشكل ده وهحط طاي حاجه اسمها جرانول طاي. طب ليه؟ ليه لجأت للشكل ده؟ ليه الناس فكرت ان الشكل ده هو اللي عندي في الاعتبار ممكن الجا له؟ قال لي جيت هنا قلت لك ان المصنع ده مصنع بتاع غازات وابخره مضره بالخرسانه. طب كلام جميل. الطاي ده مع الزمن اللي هيحصل هيتاكل. القطاع كله هيتاكل، الحديد هيبوظ، الخرسانه، الدنيا باظت.
يبقى لو انا المصنع بتاعي الكلام ده في اسئله المناقشه بتاعك مشروع خرسانه لحد ياخد فريم الطاي بتاعي ده لو انا عندي ادخله او كده هتلاقي القطاع ده كله باظ واتكسر فده ما ينفعش انفذه في مين؟ في حاله ان انا عندي المصنع بتاعي ادخله او في غازات تضر مين؟ الخرسانه او الحديد. طب لو ما عنديش الكلام ده مصنع ملابس مصنع اي حاجه ما بتطلعش ادخله والكلام ده يبقى عادي ممكن استخدم ده. طب لو عندي ما اقدرش استخدم ده هنزل حاجه اسمها جراوند تاي. هو عملت ايه بجراوند تاي برضه؟ ما هو نفس الكلام ان القوه الافقيه شال معايا جزء من القوه الافقيه. طيب بس هل دي بس من ده حاجه ده بس من ده زي السيميلات بالظبط هو زي السيميل بالظبط تمام. بس في حاجه ان انا عندي دلوقتي هل القوه اكس على الفريم قلت؟ يعني هنا بقول لك ان اكس كلها بقت اكس 1 واكس 2. طب هنا وانا بحل الفريم هل تاثير الجراوند طيب طلع معايا في الاعتبار؟ ما طلعش. يبقى معنى كده ان برضه الفريم هيكون عليه اكس بس الفرق ان التربه هتشيل اكس من تحت وان هنا هيشيل جزء من اكس. ليه الكلام ده؟ هيفرق معايا في العزوم. هنا شال جزء منه فقلل العزوم على مين؟ على الفريم. فتعالى نقول ايه الفرق بين الطاي والجراوند طاي. اول حاجه الطاي بيعمل ايه؟ بيقلل رد الفعل الافقي، صح كده؟ واثبتناها. تاني حاجه بيعمل ايه؟ قال لك تعالى خد لي قطاع في الحته دي، هات لي مومنت من الفريم ده. الارتفاع نفس الارتفاع ده بالظبط. طب واحده واحده، قلت لك قوه في مسافه، جبت مومنت، مفيش مشكله. تعالى هنا اكس اكبر من اكس 1 في نفس المسافه يبقى المومنت هنا اكبر ولا هنا؟ هنا مومنت اكبر. يبقى ده عمل ايه؟ قلل العزم. طب ده عمل حاجه للعزم؟ لا. يبقى ما هي مميزات الطاي؟ تقليل القوى الافقيه، اثنين تقليل العزم على القطاع. تاني حاجه ما هي مميزات الجراوند طاي؟ تقليل مين؟ القوى الافقيه فقط. يبقى ده اول سؤال في الميد ترم هتسالوه، الفرق ان الطاي والجراوند طاي، واحد بيقلل الاثنين، واحد بيقلل حاجه واحده بس. طيب سؤال تاني، ايه الفرق بين ده او ايه هي عيوبه وايه هي عيوب ده؟ واحده واحده مع بعض. قلنا عيوب ده في المصانع اللي فيها ادخله ومواد سامه بتؤثر على الخرسانه ما ينفعش ان انا اعمله. طب انا داخل فريم ولقيت كاميرات كده شكلها وحش، طب هل ده شكله حلو؟ لا، يبقى مظهر جمالي مش كويس. يبقى ده اللي هو الطاي في منه اهم حاجه عيبين، ما ينفعش في المصانع اللي فيها ادخله تضر الخرسانه وما ينفعش لانه شكله مش حلو. طب ماشي يبقى ده عيوب. طب تعالى نشوف عيوب ده ايه؟ قال لي عيوب ده ان انت عامل جراوند طاي على كل سبيسنج بتاعت الفريم. طب لو انا في مصنع بيحتاج ان انا ماكينات بحفر لها تحت الارض، هل هقدر اكسر الجراوند طاي ده؟ مش هكسره. يبقى هعرف انفذ السبيس او هعرف انفذ المكنه بتاعتي؟ لا، اقول لك ما ينفعش. يبقى ده من عيوبه اللي هو بيقيد الفراغ وما بيخليش انا اتحكم في كامل الفريم، ما بعرفش اتحكم فيه. طب ايه تاني عيوبه؟ هو مش ده بيحصل له تاكل؟ طب ما ده الموجه لمين؟ مش موجه للتربه؟ في املاح في التربه؟ اه في املاح، مش ممكن املاح تحصل له تاكل؟ يبقى عيوبه برده ايه؟ نتيجه ايه؟ الاملاح الموجوده في التربه ممكن تاثر عليه. في مشكله السؤالين دول؟ مش حفظ. احنا فهمنا ان الموضوع ماشي ازاي، اثبتت لك ان ده بيطلع مومنت اقل وقوه افقيه اقل، واثبتت لك برضه ان ده بيطلع قوه افقيه بس اقل من مومنت وما يقصرش خالص. ده اسئله هتسالوها كده ما حدش يحفظ يفهموا الموضوع، الموضوع سهل قوي. طيب بعد كده قال لي خلي بالك ده انا عندي الطاي ده منه نوعين. نسيبه بقى الجراوند طاي دلوقتي في حاله، تعالى نشوف الطاي ده. قال لي الطاي ده منه عندي نوعين، ممكن يكون الطاي ده اعمله ريجيد وممكن اعمله بلاستيك. طيب امتى اعمله كده وامتى اعمله كده؟ ويعني ايه ريجيد ويعني ايه الاستيك؟ قال لي دلوقتي ان احنا عندنا الالاستيك هي كاميرا او ركيزه بتاخد وتدي معايا. يعني ايه الكلام ده؟ يعني زقتها شويه حصل لها هبوط، سبتها خلاص. اما الريجيد لا، مهما زقي فيها مش هيحصل لها هبوط. يبقى الريجيد هي الريجيد بيم هي كاميرا ستيف قوي، اما الالاستيك هي كاميرا عاديه. طب في التصميم امتى اعرف ان انا ريجيد وامتى اعرف ان انا الاستيك؟ كنا بناخده في الكباري ان انا كنا بناخده كاميرا اسمها الكروس جير. الكروس جير ده كان ايه اللي بيحصل؟ كنت بروح اجيب اللودنج، من اللودنج اجيب حاجه اسمها دبس. الدبس ده بيطلع لي واحد اقول لك لا يا عم الحاج انا هصمه ثلاثه. طب ليه كده؟ ليه ما صمها؟ لان الاحمال محتاجه واحد بس، ليه صمتها ثلاثه؟ عشان اخليها ستيف بيم. ليه؟ لما يجي انا اصمها على واحد انا كده يا دوبك اللي هي عايزاه خدته. اعمل لها هبوط هتهبط معايا، لان اي كاميرا في الدنيا دي بيحصل لها هبوط. طب لو انا عملتها 3 متر على احمال صغيره قوي، زي عيل صغير واحد كبير ماشيين، الصغير مهما يشد الكبير مش هيروح معاه، لان الكبير ستيف قوي بالنسبه له. فده نفس الموضوع.
لو ده الكاميرا بتاعتي اس اتنين صغيرين ماشيين مع بعض الاثنين هيأثروا مع بعض، ده هيزقه هيروح معاه، ده هيزقه هيروح معاه. اما لو واحد كبير واحد صغير، لا الكبير مش هيروح مع الصغير. يبقى ده الفرق ان انا الريجن الطاي بتاعي يكون ريجن، لا هشوف الاحمال اللي جايه عليه واخليها اكبر بكتير. الالاستيك لا، لو الدبس واحد انا هقسمه بواحد. يبقى ده الفرق بين الالاستيك والريجن بيم. طب انا في التصميم انا بقول لك اساسا ده مظهره الجمالي وحش، كمان اعمل دبس كبير؟ يعني انا اسمي البدايه وقلت ده مظهره جمالي وحش، تخيل لما اخش فريم الاقي ان الدبس بتاعي بقى 2 3 متر، مش كويس، لكن مش حلو قوي. فانا ما ينفعش اصمم الريجن خالص. فده السبب اللي الدكتور قال لكم مش هنصمم ريجن. ليه؟ لا كده كده شكله وحش، غير كده هيقلل لي الارتفاع بتاع الفريم. انا عندي ارتفاع فريم عشان استغله، عشان المكن يقدر يخش فيه، ده يقلل لي ارتفاع كل اللي بينزل. يبقى ده الفرق ما بين مين؟ الريجن والالاستيك. سؤال برضه في الامتحان مجرد البساطه اللي احنا قلناها تقدر تجاوبوا عليه. تمام؟ محدش يحفظ، اكتب اللي انت فهمته. اكتبوا اللي انت فهمته اي لغه، دكتور حاتم بيحب كده. ما بيحبش واحد داخل سيستماتيك بكذا كذا كذا، لا اكتب اللي انت فهمته عشان نعرف انت فكرت وجبت الاجابه. تمام؟ هو الميد تيرم مش بيعلموا المعيدين في الرابعه صح؟ لا محدش بيعلم، ما بيصفوش في المعيدين، ما بيعرفوش. ثالثه والكلام ده حلو عادي يعني، اما رابعه اهم حاجه بيتبين فعلا كمهندس اللي انت بتذاكر الرابعه بالظبط. تمام؟ فهنا ده الفرق بين الريجن والالاستيك. في مشكله في الكلام ده؟ ده شويه النظري اللي احنا قلناه. طبعا الفريم لازم اراعي فيه، لازم اراعي فيه التهويه، لازم اراعي فيه الاضاءه عشان ما يحصلش انوار جوه، حاجات كده ايه هتقولوها على السريع لجوه. بس اللي يهمني ان هو يحب يفهم الكلام اللي انا قلته دلوقتي. في مشكله لحد دلوقتي؟ طيب والحاجات دي برضه هتساعدكم ان انتوا وانتوا بتجيبوا الاحمال او احنا بنصمم الفريم هتخليك تفكر بالاحمال.